السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. شكرا جزيلا سي سعيد، شكرا جزيلا سيد ايوب. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. تحية تربوية خالصة من قلب يكن لجميع الأطر العاملة في حقل التربوي التقدير والاحترام. تحية عطرة لكل من ساهم ويساهم من قريب أو بعيد لفتح هذه البوابة التي نشتم منها عبق العلم والمعرفة. تحية ملؤها التقدير والاحترام التام لجمعية الوعي القانوني ومؤسسات التربية والتكوين، وفي مقدمتها رئيستها الأستاذة تيجانية خالد التي عرفنا فيها روح العطاء العلمي والتفاني ونكران الذات. تحية أيضا لجميع الأعضاء، جميع أعضاء الجمعية، وتحية لكل من سهر على هذا اللقاء واللقاءات السابقة أو اللاحقة إن شاء الله تعالى. فأقول لكم بتحيتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم معي في مداخلتي التي أتمنى وأرجو من الله العلي القدير أن تشفي غليلكم المعرفي، وأن تكون سقيا وريا لفضولكم المعرفي، وأن تقوي أداءنا المهني الخاص بتدبير مؤسسة تعليمية. عنواننا هو عنوان المداخلة هو تدابير أو التدابير الخاصة بالدخول المدرسي. دونك نحن هنا في عبر هذه المنصة كي نشارك ونناقش ونستمع أولا، ثم نبدع في إخراج آليات تطوير أداء التربوي للمتعلم من خلال تطوير الأداء الإداري والمالي والمادي للمؤسسة التي نسهر عليها أو التي سوف نسهر عليها بالنسبة للخريجين الجدد إن شاء الله تعالى. فمرحبا بكم جميعا عبر فسحتنا التكوينية بجمعية الوعي القانوني بمؤسسات التربية والتكوين. مداخلتي عناصرها هي كالآتي: أولا السياق العام، فلكل كلام سياق يكون قبله سباق ويأتيه لحاق. السياق الذي نحن فيه هو الزمن الذي نحن فيه الآن، هذا السياق، قبله سباق وبعده سيأتي لحاق. إذن كيف نستفيد من السباق وكيف نجود لحاقنا انطلاقا من الحيثيات المكونة لسياقنا الآتي؟ بطبيعة الحال باعتبارنا نشتغل في مجال التدبير المؤسساتي، لا بد لكلامنا أن تكون له مرجعية قانونية تؤطره. سوف نتحدث أيضا عن المعطيات، أي المدخلات المتحكمة في الدخول المدرسي. الدخول المدرسي هو محطة من المحطات، تسبقه محطة وتلحقه محطات أخرى. ثم ما هي أهم التدابير والإجراءات التي تعرفها هذه المحطة، محطة الدخول المدرسي؟ ثم سوف نتحدث عن رزنامة إجرائية سميناها ملف الأطر التربوية. ثم ستكون هناك توجيهات وإرشادات لنا جميعا، فأنا حينما أكتب توجيه وحينما أدل بإرشاد معين فأنا أوجه ذاتي أولا، ثم أتقاسم مع زملائي هذه الإرشادات وهذه التوجيهات. ثم سنختم كلامنا بخلاصة، من طبع الحال هي خلاصة مفتوحة، يمكن أن نضيف إليها أقوالا ونضيف إليها أفعالا أيضا، ويمكن أن تكون هي في ذاتها محطة لسيناريوهات ولتدابير جديدة.
لأن هنا يستحضرني كلام لرونالد بارت، فكل نص قابل للتبخر، بمعنى أن ليس هناك أمر ثابت ما دامت هناك متغيرات ومتدخلات في الكلام. إذا نبدأ بحول الله تعالى مع النقطة الأولى وهي السياق العام. السياق العام من حيث الوضع الصحي هو الوضع الوبائي الذي يعيشه العالم قاطبة، والمتمثل في الحجر الصحي الذي فرضه فيروس كوفيد 19. هذا وضع عام يعيشه العالم كله، والمغرب أيضا ما دام كباقي دول العالم. ثم هناك سياق آخر، سياق وقتي، هو اقتراب. سياق آخر هو الوضع الاستثنائي للسنة التكوينية الحالية. السنة التكوينية الحالية كان المفروض أن توقفت في 14 مارس عن بعد، يعوض التكوين الحضوري في جميع الحالات، وبالتالي هذا وضع استثنائي جعل انطلاق هذه المنصة كرافد من روافد التكوينات عن بعد الخاصة بأطر مسلك الإدارة التربوية. دونك التكوين عن بعد ايضا، هذه مبادره الابواب المفتوحه عبر هذا الفضاء الازرق لجمعيه الوعي القانوني، حتى بمؤسسات تربيه التكوين، حتى وسياق جعلنا نعمل على تاطير هذه اللقاءات من حيث الخبره التي راكمناها سواء فرادى او عن طريق فرق عمل التي نعمل معا من خلالها. إذن نريد أيضا أن نتقاسم التجربة الخاصة بفريق عمل يسهر على تدبير مؤسسات تعليمية. فكلامي هذا ومداخلتي هاته قد أجزم لكم بأنني شاركت في نصيب منها ولم أشارك فيها كلها، باعتبار أن هناك فريق عمل يعمل منذ 2018 ونحن نعمل معا، وبالتالي فإن المرجعية المفهمة والمرجعية العلمية والتدبير العملي قد أقول أصبح نسبيا متطابقا أو متشابها أو متقاربا إن لم أجزم بذلك. وبالتالي فإن هناك فريق عمل أعتز شخصيا بالانتماء إليه، وهو قوي بإرادتنا وبقدراتنا التي نعمل جميعا على تطويرها يوما بعد يوم وحصة بعد أخرى ولقاء بعد آخر. ثم سوف نتطرق لماذا عالجنا موضوع تدابير الدخول المدرسي، مع اعتبار أن التدابير كنا من الأولى أن نعالج تدابير آخر السنة الدراسية. إذن لماذا اخترنا موضوع تدابير الدخول المدرسي ضمن هذه الندوات أو هذه المداخلات العلمية التي تبت عبر الفضاء الأزرق لجمعية الوعي القانوني؟ الأجوبة هي كالآتي: الدخول المدرسي بوابة الاشتغال الأولى للخريج، خاصة باعتبار أن الفئة التي نخاطبها الآن أو المتلقي الذي نخاطبه الآن وفي معظمه من الخريجين المقبلين على التخرج، وبالتالي فإن ما سيلقاه أمامه هو الدخول المدرسي، وبالتالي نريد أن نفتح له بوابة ليرى من خلالها مجموع التدابير التي تنتظره. وما أدراك ما هذه التدابير؟ إذن فالدخول المدرسي هو بوابة الشغل الأولى للخريج، خاصة التي وجب إيلاؤها ما تستحقه من تبصر وتنظيم وتنفيذ وتتبع. الدخول المدرسي هو أول تدبير يبنى عليه جميع إجراءات أو تبنى عليه جميع إجراءات السنة الدراسية. أيضا فكثرة العمليات والإجراءات تتداخل زمن الدخول المدرسي. لهذه الاعتبارات التي لخصتها في ثلاث جمل تقريبا، جعلنا الدخول المدرسي أحد المرتكزات الأساس في هذه
الأبواب المفتوحة، الأبواب المعرفية أو التكوينية المفتوحة عبر هذا الفضاء. الأطر المرجعية، إذن هذا الدخول المدرسي هناك أطر مرجعية تؤطره. ما هي؟ دونك هناك مرسوم النظام الأساسي الخاص بالمؤسسات التربية والتعليم العمومي ل 300/2376، وبالتالي أن كنعتبر هذا المرسوم هو دستور المؤسسة التعليمية ونظام الأساسي ومرجعها، يعني وبالتالي أن الخريج أو المدبر يجب أن يكون له اطلاع قوي واطلاع مسترسل واطلاع لا يتوقف في مرحلة معينة على هذا المرسوم. ثم هناك البرنامج الاستعجالي خاصة المشروع EMP6، وأيضا القانون الإطار 51/17 خاصة في المادة الأولى والمادة 20. فالمادة الأولى تحديد المصطلحات، السلوك المدني، الأطفال في ضيق الإعاقة، إنصاف تكافؤ الفرص، مشروع المؤسسة، التعلم مدى الحياة. مادة 20 تتحدث عن إلزامية التعليم والتمييز الإيجابي للوسط القروي ودور جمعيات الشركة والدعم الاجتماعي. يعني كل هذه مرتبطة ارتباط تام بالدخول المدرسي أو بالتدبير المؤسسي الخاص بمؤسسة التربية والتكوين. أيضا مشروع النظام الداخلي للمؤسسات التعليمية، وأيضا المقرر التنظيمي للسنة الدراسية. قد أقول بأن كما أشار السي سعيد بأن المقرر التنظيمي للسنة الدراسية لم يظهر بعد لهذه بالنسبة للسنة الدراسية 2020-2021، لكنه جرت العادة بأن المقرر التنظيمي هو أحد الأطر المرجعية، لأنه باعتباره يمثل خارطة طريق السنة الدراسية. الأطر المرجعية أيضا هناك من الأولى من حيث الأطر المرجعية التي تشكل قاعدة كبرى، الآن من حيث المذكرات التنظيمية التي تؤطر الدخول المدرسي. هناك المذكرة الوزارية 97 الخاصة بتدبير الفائض والخصص، وهذه مهمة جدا هذه الوثيقة، لأنها هي التي تحدد طريقة تحديد الفائض والخصاص، وبالتالي أنها تحد من مجموعة من الغلط والتشويش الذي قد ينتاب الدخول المدرسي الناجح، وبالتالي أن الاطلاع عليها وتواجدها في الدخول المدرسي أمر مهم جدا. ثم المذكرة الوزارية 10 بتاريخ صادرة بتاريخ 6 فبراير 2008 حول احترام الزمن المدرسي. المذكرة الوزارية 46 صادرة بتاريخ 26 ماي 2004 حول ميثاق حسن سلوك الموظف العمومي. المذكرة 154 بتاريخ 6 تنبير 2010 في شأن تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم. المذكرة 123 بتاريخ 9 غشت 2009 في شأن حصص مادة التربية البدنية ومادة الرياضة المدرسية. ثم المذكرة 167 الصادرة بتاريخ 30 ونبير 2009 في شأن تفعيل الأندية التربوية، وأيضا المذكرة 156 بتاريخ 14 تنبير 2019 في شأن إعداد استعمال الزمن. ثم هذه مذكرات وزارية اعتبرناها مرجعية تهم الزمن المدرسي. اقتصرنا على هذه المذكرات، لا تعني بأن هي الوحيدة التي يمكن اعتمادها، لكن أيضا يمكن اعتماد مذكرات أخرى. يمكن أضيف مثلا على سبيل المثال الحصر مذكرة 155 التي تؤسس وتمأسس الحياة المدرسية بكلها، ومذكرة 155 لو أنها طلعنا عليها لكفت، وبالتالي أنها تحدد جميع الحيثيات قد عالجتها وناولتها تلك المذكرة. وبالتالي أرجع لأقول بأن هذه الأطر المرجعية ليست هي الوحيدة، لكنها هي المهمة وهي الأهم التي يمكن أن يرجع إليها المدبر ليصوغ حدث الدخول المدرسي بأقل الأتعاب وبأقل الخسائر الممكنة، وأن من خلالها سوف يبني دخولا مدرسيا قويا. وسنرى كيف فيما تستثمر هذه المذكرات.
إذن الدخول المدرسي كحدث، ما هي المعطيات أو المدخلات التي تتحكم فيه؟ المدخلات المتحكمة في الدخول المدرسي. طب الحال أول ما يتحكم في الدخول المدرسي هو المقرر التنظيمي للموسم الدراسي، يعني هو الذي يقول متى يبدأ الانطلاقة الفعلية للدخول المدرسي، ومتى سينتهي، وما هي الإجراءات التي تكون طيلة السنة الدراسية. وأود أن أشير هنا، حينما أتحدث عن الدخول المدرسي أو تدابير الدخول المدرسي، فأني أقصد بها، يعني هنا يعني أخطه بخط قوي مغلب، أن الدخول المدرسي يبدأ من بالنسبة للخريجين من زمن تسلم المهام إلى انطلاق الفعلي للدراسة، يعني استقبال التلاميذ. وسترون بأن هذه المرحلة هي مرحلة موجهة للسنة الدراسية كلها. أما بالنسبة للمزاولين فإن الدخول المدرسي قد بدأ عندنا من قبل ذلك. كيف ستكون السنة الدراسية؟ فتدابيرها قد بدأت. يعني ما هو كيف تتبصر وكيف تنظر لمؤسستك في زمن شتنبر وما بعد شتنبر. ولكن بالنسبة للخريجين فإن ما سأتناوله الآن هو يبدأ من زمن تسلم المهام إلى انطلاق الفعلي للدراسة، يعني إلى مرحلة استقبال التلاميذ. إذ لا يمكن أن نمهل أو نهمل مجموعة من التدابير إلى بعد استقبال التلاميذ، لأن ذلك سيكون هناك تداخلا في مجموعة من ستكون تداخل مجموعة من المهام ومجموعة من التدابير التي يصعب بعد ذلك إرساء القيم وإرساء المهام والتي يجب أن تكون قبل ذلك. إذن فالمقرر التنظيمي يقول للموسم الدراسي، قلنا أنه بالنسبة للسنة الدراسية 2020-2021 إلى ساعتنا هذه لا يوجد بعد، ولكن من حيث التدبير لا بد أن تكون هناك تبصر في كيفية وجود هذا أو كيفية، ما هي الخط الناظم أو ما هي الخطوط الكبرى التي سيتشكل منها هذا المقرر التنظيمي للموسم الدراسي. إذن إلى جانب المقرر التنظيمي للموسم الدراسي هناك أيضا البنية المادية للمؤسسة. إذن البنية المادية للمؤسسة أيضا هي محكمة أو متحكمة في الدخول المدرسي أو في الإجراءات الخاصة بالدخول المدرسي. البنية التربوية للمؤسسة، أي التلاميذ والتلميذات، المتعلمون والمتعلمات. ونتقول البنية التربوية في الخاصة متحكمة، كأقصد بذلك سواء البنية التربوية التوقعية التي سلمها المدير نهاية السنة الدراسية إلى مصلحة التخطيط والخارطة المدرسية، أو البنية التربوية المعدلة التي سيتوصل بها من مصلحة التخطيط والخارطة المدرسية بداية السنة الدراسية. أيضا الموارد البشرية المتاحة سواء من هيئة التدريس أو من الأعوان، حراسة، التنظيف. هنا أتكلم عن مدرسة ابتدائية. بالنسبة للثانوي الإعدادي أو الثانوي التأهيلي يمكن أن ندرجهم في الموارد البشرية، الهيئة، الإدارة، يعني الحراس العامون، النظراء وغيرهم. بالنسبة لما يتحكم أيضا في الدخول المدرسي هناك مخرجات الموسم الدراسي السابق، ونقصد بذلك قرارات وصوصيات مجالس المؤسسة، المجالس التربوية والمجلس التدبير ومجالس التعليمية، يعني ما هي قراراتها وما هي توصياتها التي جاءت فيها وجاءت بها. وبالتالي الاطلاع على آخر قرارات وتوصيات و تقارير المجالس المؤسسة، المجالس المؤسسة رقم 4، مجلس تدبير ومجلس تربوي ومجلس تدبير وتربوي ومجلس تعليمي أيضا. ثم التقرير السنوي للمؤسسة للسنة الماضية، ونقول التقرير يعني التقرير بنوعيه، سواء التقرير الأدبي أو التقرير المالي.
وما تضمنه من حيثيات التي تتحكم أيضا في الدخول المدرسي باعتباره سندا يرجع إليه المدبر لاتخاذ مجموعة من القرارات ولإدماج مجموعة من النقاط في جداول الأعمال الاجتماعات، سواء اجتماعات المجالس أو اجتماع الخاص بالدخول المدرسي. أيضا مشروع المؤسسة، فمشروع المؤسسة كما تعرفون أن مشروع المؤسسة الزمن ديالو هو 3 سنوات، وبالتالي أن الاطلاع عليه والوقوف عندما تم إنجازه وما لم يتم إنجازه ومكرهات ذلك وإكراهات ذلك ونقاط القوة ونقاط الضعف لا يمكن أن تطلع إليها إلا من خلال مشروع المؤسسة. وبالتالي فإن هذه وثيقة هي وثيقة أساسية، لأن المؤسسة التربوية هناك استمرارية إدارية، وهذه الاستمرارية الإدارية من حيثيتها أيضا هو استمرارية مشروع المؤسسة. لتنظر هل زمنه ولى وانتهى أم أنه لا زال حيا، وبالتالي تحتاج إلى تحيين أو إلى إدراج. وبالتالي مشروع المؤسسة أو وثيقة مشروع المؤسسة هي وثيقة مهمة وجب الاطلاع عليها، وهي من المعطيات المتحكمة في الدخول المدرسي. إذا الدخول المدرسي، فما هي التدابير والإجراءات المرتبطة بهذا الحدث؟ وهو حدث كما أشرنا، حدث قوي وحدث محدد. فالتدبير، إذا هذه التدابير والإجراءات حاولت أن أقسمها إلى مجموعة من التدابير. هي هذه التدابير للإشارة فقط أن هذه التدابير، سواء التدابير الإداري أو المالي أو ما سترون، هي تدابير قد ترون بأنها متداخلة، وبأن هذا التدبير هو مالي وليس بمادي أو إداري أو ليس بتربوي، دونك سترون بأنها متداخلة. لكن هذا التقسيم الذي تبنيته إنما هو تقسيم علمي منهجي اصطناعي، حتى يبقى في ذهننا وفي عقلنا وفي خلدنا كي ما هو التدبير الذي يجب أن لا نتغافل عنه. وبطبيعة الحال هذه التدابير التي سقسها هنا أو سقناها هنا ما هي إلا تدابير سقناها لقوتها أولا، لقوتها ولأنها محددة. قد تكون هناك تدابير أخرى غفلناها أو لم نقف عندها، لكنها ستبقى أيضا تدابير مهمة. إذن والذي يعطي الأهمية هو السياق، سياق الزمان والمكان والأشخاص. دونك تسليم المهام هذا بالنسبة للخريجين الجدد، وتسليم المهام وما أدراك ما تسليم المهام، دونك هو تدبير قوي جلي تعتريه مجموعة من الإكراهات، ومن خلالها يشتم المتخرج الجديد واقع المؤسسات التعليمية، كيف هي، ما هو عمقها التدبيري، وكيف كانت تسير. يمكن أن تشتم ذلك من هذه الوثيقة، وثيقة تسليم المهام، ومن هذه العملية ومن هذا الإجراء اللي هو تسليم المهام. ثم توقيع محضر الدخول الخاص بالأطر الإدارية. إن الأطر الإدارية بطبيعة الحال تسبق الأطر هيئة التدريس في محضر الدخول، وبالتالي يجب على لا نغفل ذلك، وهذا يحدده لا تحدد يحدده بطبيعة الحال المقرر الوزاري. أو بالنسبة لنا احنا هذه السنة الدراسية، هل سيكون دخول توقيع مادي أو توقيع رقمي؟ إلى يومنا هذا يعني ليس هناك قرار، وبالتالي ما دام هناك السنة الدراسية استثنائية، فإن تدبيرها أيضا سيكون تدبيرا استثنائيا، وتدبير خطوة بخطوة، مما يجعل تبصر الإجراء في حد ذاته والعملية في طبيعتها يصعب شيئا ما، لكن تبقى جميع الاحتمالات واردة. إعداد محاضر الالتحاق الخاصة بالأطر التربوية، إذن على المدبر أن يعد هذه المحاضر، ويحب جدا أن تكون محاضر معدة إلكترونيا. وأشير بأن هذه المحاضر هي موجودة في مصلحة تدبير الموارد البشرية،
يمكن للمتصرف التربوي المتخرج أن يباشر تواصله مباشرة مع مكتب الانتقالات التابع لمصلحة تدبير الموارد البشرية، وأن يحصل على هذه المحاضر إلكترونيا، وأن يملأها لما يكون عنده الوقت الكافي. هي تكون مضنية أكثر لما يكون عدد الملتحقين أو الجدد يكون كثر، وبالتالي فمحضر الالتحاق هو ده من مهمات المدبر الإداري. ثم إعداد ملف الأستاذ. هذا ملف الأستاذ يعني أعطيناه عنصرا شاملا وكافيا، سوف نتطرق إليه أظن في العنصر رقم 6، إعداد ملف الأستاذ. يعني الأستاذ لما سيأتي يوم بداية السنة الدراسية يجب على الإدارة أن تزوده بملف أو بعتاد إداري سوف نتعرف عليه بعد الدخول، محاضرة الدخول الخاصة بهيئة التدريس. وهذه أيضا هذه المحاضر يمكن أن الحصول عليها إلكترونيا من المصلحة المشار إليها سابقا، أي مصلحة تدبير الموارد البشرية، أن تحصل عليها إلكترونيا ثم تملأها بعد ذلك، وهي تعبأ في 3 نسخين، نسختان يتم توجيهها إلى مصلحة تدبير الموارد البشرية بالمديرية الإقليمية، ونسخة يحتفظ بها في بالمؤسسة. بطبيعة الحال قد يكون هناك أكثر من 3 حسب كل مديرية والإجراء الذي تتخذه في هذه الحالة. هناك أيضا مقترح جدول أعمال اجتماع الدخول المدرسي. اليوم الأول سيكون هناك اجتماع بين الإدارة بالنسبة للتعليم الابتدائي، غالبا سيكون ممثل في شخص واحد وهيئة التدريس، وبالتالي أن مقترح جدول الأعمال يجب أن يكون مقترحا غنيا شموليا لا يغيب أي نقطة يرى في حسم فيها أمرا مهما ومجديا وموفقا وخادما للشأن التربوي. بالتالي جدول الأعمال وأيضا إعداد التدابير الخاص بكل نقطة مدرجة به. مثلا عندنا واحد النقطة، مثلا أخذ مثال على ذلك، مثلا تعيين أو انتخاب خلية اليقظة أو أعضاء خلية اليقظة، يجب أن يكون ملما بجميع الأطر المرجعية مثلا بخلية اليقظة، وأن تكون له جدولا إلكترونيا معبأ لذلك، يعني مجرد أن يتم انتخابها أو تعيينها حسب ما سيتم التداول حوله بأثناء الاجتماع أن يملأ ثم يطبع بكل أريحية بكل بساطة وبكل مهنية. وبالتالي كل جدول كل نقطة نقطة يحبذ أن تكون له أن يعد له التدبير الخاص به من جميع النواحي. ثم مشروع محضر إسناد الأقسام. يعني كل هذا المشروع ممكن تديره في واحد فيشي إكسل، ومنين كدير الأستاذ إذا كان عنده السيد المدير ممكن يكون عنده العرض وتم إسناد الأقسام مباشرة، يمكن أن يملأ كل قسم وكل مستوى بالأستاذ المسند إليه وفي أي فوجين ونوع استعمال الزمن وإلى ذلك، على أساس أن يتم طبعها مباشرة بعد نهاية الاجتماع. هذا يعطي نوع من المهنية، وأيضا يعطي نوع من ربح للوقت وربح للجهد، حتى لما يتم التوقيع على المحضر يكون تم التوقيع أيضا في جميع هذه المحاضر، سواء المحضر الخاص بالاجتماع أو المحضر الخاص بإسناد الأقسام. أيضا مشروع محضر إسناد الحجرات الدراسية. هذا غالبا يكون بالنسبة للمؤسسة التي تعرف حجرات دراسية كثيرة، فغالبا
ما تكون نوع الحزازات، هذه حجرة قديمة، هذه بريفابريكي، هذه جديدة، هذه خدمت فيها، هذه ما خدمتش فيها، وبالتالي أن يكون نوع من المرونة، وفي أحيانا نوع من الحزم في الحجرة، كل إسناد كل حجرة للأستاذ أو للمستوى. فعلى سبيل المثال، فإن الحجرات مثلا يمكن أن الحجرات الأرضية تكون للمستويات الدنيا، والمستويات العليا تكون مثلا للحجرات تكون في الطابق العلوي. قد نبدأ مثلا من يعني حسب واحد الهندسة معينة، واحد الرؤية تكون عند المدبر، اللي بطبيعة الحال سيناقشها مع الأساتذة، مع السادة الأساتذة في اجتماع الدخول المدرسي. ولما تنتهي يعني كيكون عندك واحد المشروع محضر إسناد الحجرة الدراسية. لأن الحجرة الدراسية لماذا؟ لأن تلك الحجرة الدراسية بعد انتهاء الاجتماع سيكون كمحضر تسلم مفتاح، كتعطيه المفتاح ديال الحجرة الدراسية، وبالتالي يكون مسؤول عنها بناء على محضر يسطر في الموضوع. ثم هناك مشروع جدول الحراسة اليومية للتلاميذ. الحراسة اليومية للتلميذ بطبيعة الحال بعد الإسناد الأقسام يعني تظهر ملامح العمل بالمؤسسة، وبالتالي أن الحراسة اليومية للتلميذ تسند للأطر هيئة التدريس بطبيعة الحال تحت إشراف هيئة الإدارة. وبالتالي فإن المشروع الجدول يحبذ جدا أن يكون جاهزا في أثناء جدول أعمال اجتماع الدخول المدرسة. ثم داخل جدول الأعمال يمكن أن نشير إلى تحديد تاريخ الجمع العام الاستثنائي لجمعية دعم مدرسة النجاح. دونك على الأقل أن يتم تحديد تاريخ الجمع الاستثنائي، لأن جمعية دعم مدرسة النجاح يجب البداية فيها بكرة، يعني على وجه الإبكار والتعجيل. لماذا؟ لأنه قد ينتظرك مجموعة من الإجراءات القانونية والإدارية التي قد تعطل الحصول على المنحة مثلا، أو التي قد تعطل الحصول على الوصل النهائي وترتيب جميع الأوراق القانونية المنظمة لهذه العملية. إذن من التدابير والإجراءات أيضا على مستوى التدبير الإداري، هناك إتمام عملية التسجيلات الجديدة واستقبال أولياء التلاميذ. استقبال أولياء التلاميذ بطبيعة الحال هناك من يريد المغادرة، هناك من يريد الالتحاق، هناك من يريد الشواهد المدرسية، هناك من يريد الشكايات الخاصة بالدعم المالي لمشروع التيسير. وبالتالي استقبال أولياء التلاميذ هو عمل، هناك من يريد انتقال من فوج إلى آخر، وعمل مضني لأنه يستوجب تواصلا مستمرا وتواصلا مع فئة من الناس اللي هم في الغالب بالنسبة للمتخرج الخريج يكونوا جداد عليه، وبالتالي أن هذا التواصل يكون منهك نسبيا. أيضا عملية إتمام عملية التسجيلات الجديدة، فهي عملية تتم مباشرة على في مسار، وتتم أيضا في واحد الفيشي إكسل اللي يمكن لك تدير معه الربط، باش يكون عندك واحد وثيقة معينة فيها معلومات أكثر من المعلومات التي يطلبها البنك، المعلومات التي يطلبها مسار. وسنرجع لذلك لاحقا إن شاء الله تعالى وأثناء النقاش. إعداد مختلف السجلات والملفات الخاصة بالتدبير، يعني التراسل الإداري، ملفات الأساتذة، ملفات التلاميذ، ملفات الإطعام المدرسي أو سجلات الإطعام المدرسي، كلهم وثائق. لأن تعرف أن الإطعام المدرسي قد يجيك نهار الدخول المدرسي أو نهار اللي موراه، مثل غالبا أن هذه الوثائق تكون على دراية بها، وسواء أن تحملها إلكترونيا أو على الأقل أن تكون الدراية بنوع الوثيقة حتى يسهل التعامل معها. هناك الاطلاع على الوضعية القانونية للجمعيات الشريكة والفاعلة، مثلا جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، ما هي وضعيتها القانونية؟ هل هي وضعية قانونية سليمة أم أنها وضعية غير سليمة؟ إذا كانت غير سليمة تحتاج إلى تجديد وإلى الصيغة القانونية السليمة. وبالتالي أن هذا كنقول بأن هناك تدبير يجب العمل فيه، وأيضا
إن كانت هناك جمعيات فاعلة وشركة أخرى. ثم الحصول على قن الولوج لمختلف البرنامجات الرسمية، مسار، غريزة، أوسيز، مسير، يعني أن كل هذا الحصول على القن يتم طبيعة الحال من انطلاقا من بتنسيق بين الموارد، تدبير الموارد البشرية و مصلحة الخريطة المدرسية والتخطيط، وأيضا مع المركز الإقليمي لمنظومة الإعلام. يعني بين هاد ثلاث مصالح من خلاله كتعرف جميع القن ولوج الخاص بجميع هذه البرنامات، وأيضا يبدأ العمل فيها، لأن لا يمكن أن تتم عملية تسجيل الجديدة في غياب مثلا مسار، ولا يمكن استقبال الأطر التربوية أو أطر هيئة تدريس جديدة في غياب القن ديال أسيز، ولا يمكن القيام بعد ذلك بالإحصاء الخاص بالبنية المادية في غياب القن الخاص بغريزة. وبالتالي أن الحصول على هذه القن، هذه البرنامات، وأمر يحبد أن يكون قبل، مباشرة بعد تسلم المهام وقبل الدخول المدرسي، قبل يوم الاجتماع الخاص بالدخول المدرسي. هناك متابعة تسجيلات التعليم الأولي، يعني المؤسسة تعرف بأن هناك مبادرة ملكية من أجل تعميم التعليم الأولي بجميع المؤسسات التربية والتكوين الابتدائي. وبالتالي أن متابعة تسجيلات التعليم الأولي من طبيعة الحال إن حسب الظروف وحسب الظروف المتحكمة في هذا العمل، خاصة البنية المادية للمؤسسة، يعني عدد الحجرات، وأيضا تواجد أو عدم تواجد الجمعيات الشركة التي تعمل على متابعة هذا الملف أو التي تتحمل هذا الملف. ثم تدابير التعليم الأولي كما أشرنا إليه سابقا، يعني هو ليس بالأمر الهين، لأن التدابير التعليم الأولي هي تدابير تنطوي أساسا على تسجيل التلاميذ، ثم الوضعية القانونية للجمعية التي تعمل على تفعيل التعليم الأول المؤسسة، وأيضا ملف المربي أو المربية. بالتالي هذا الهدف هو عمل أيضا عمل كبير جدا. ثم تدابير إسناد الأقسام عبر أوسيز، طب الحال يعني استقبال الموظفين، استقبال هيئة التدريس عبر أوسيز، و إسناد الأقسام والتأكد من المعلومات الواردة عبر أوسيز من أجل تعديلها إذا اقتضى الحال من طبيعة الحال وفق الإطار القانوني المنظم لها. هناك أيضا توزيع المواد والأقسام عبر مسار، والعمليات كانت يعني عملية، يعني إسناد الأقسام وتوزيع المواد اللغة العربية، اللغة الفرنسية، ما إلى ذلك، وأي قسم أيضا رقمي، يعني رقمي، لكنه يتم مباشرة بعد إسناد الأقسام. ثم إحصاء الدخول المدرسي أو إحصاءات الدخول المدرسي، هذا أيضا من التدابير الإدارية التي تتم مباشرة بعد استقبال التلاميذ، يعني تتم عملية الإحصاء. وثم المصادقة على التسجيلات الجديدة، يعني بعد توزيع التلاميذ، أولا توزيع التلاميذ على الأقسام، يتم أولا المصادقة على التسجيلات الجديدة، وهذه العملية تتم عبر برنامج مسار. وبالتالي كما لاحظنا هذه التدابير الإدارية هي تدابير كلها تتم أثناء الدخول المدرسي أو في زمن يسبق أو يلي الدخول المدرسي وانطلاق الفعلي لانطلاق الفعلي للسنة الدراسية. الآن سوف نعرج إلى تدبير آخر، وهو التدبير المادي. من التدبير المادي هي التدبير المادي الذي المتواجد بالمؤسسة. دونك التدبير المادي يبتدئ أساسا بالاطلاع على البنية المادية للمؤسسة. مؤسسة تعليمية، إذا كانت مثلا مؤسسة تعليمية ابتدائية، عدد الوحدات المدرسية الفرعيات، ثم عدد الحجرات بكل وحدة، وضعية مرافق الوحدات المدرسية،
ثم أشغال بناء، إن كان هناك أشغال بناء أو هناك أشغال تأهيل، أو هناك هل يوجد تعليم أولي أو لا يوجد تعليم أولي. دونك هذا الاطلاع على هذه العملية هذه، فهو يعني الخريج الجديد يجب أن يأخذ بعين الاعتبار هذه التدابير. لكن يمكن يزور واحد وحدة مدرسية وما ردش البال واش فيها أشغال بناء وفيها واحد الثقب ديال البئر مثلا أو التعليم أولي يوجد فيها بها أو لا يوجد بها، بالتالي أن هذه الحجرات هل هي من المفكك أم من الصلب، هل يتم يعني تعويضها في إطار التعويض أم لا. بالتالي هذه النوع من المعلومات هي معلومات مهمة، لأنه قد في أي وقت قد يجيك واحد مكالمة هاتفية من مصلحة من المصالح تريد التعرف على وضعية في حالة استعجالية، وبالتالي فإن المعلومات أو بنك المعلومات الخاصة بالوضعية المادية للمؤسسة يجب أن يكون أن تكون ملما به وأن نكون ملمين به في هذه الحالة. إذن تحديد نوع المخاطر والتهديدات الخاصة بالمؤسسة، يعني أن المؤسسة هل بها طريق أو يقرب الطريق مثلا طريق معبد، وبالتالي يجب الحيطة والحذر من الحوادث التي يمكن أن حوادث السير التي يمكن أن تقع هناك، هي قريبة من واد، وبالتالي أن يجب أن ننتبه قد تكون هناك فيضانات خاصة في زمن فصل الشتاء، هل هناك مسالك وعرة يجب الاطلاع عليها والنظر فيها والإشكالات التي يمكن أن والملابسات التي يمكن أن تنتج عن ذلك، ثم هل هناك إمكانية سرقة يعني مثلا هذه المدرسة واش فيها سرقات ما تسرقاش، واش كاين فعلا هذا الخطر، لأن كنشوف أن معظم الوحدات المدرسية قد تكون أحيانا بعيدة عن السكن وقد تكون معرضة للسرقة، وبالتالي هذا الهاجس هذا يجب أن يكون حاضر لدى المدبر. ثم هل هناك أخطار بشرية؟ أحيانا قد يكون في بعض المداشر وفي بعض الدواوير هناك مجموعة من الصعاليك بين قوسين أو من المهتوهين أو من الذين يشكلون خطرا أو من المرضى، مرضى مستوى المرض نفسي أو مرض عقلي قد يشكلون خطرا على الأطفال، وبالتالي يجب الاطلاع على هذا الخطر أو على هذا التهديد، لأن تهديد للطفل هو تهديد للمؤسسة. ثم هناك تحديد الحاجيات من اللوجستيك، طاولات، عدد إلكتروني، عدد بيداغوجي، دونك يجب أن تنظر هل هناك خصاص، هل هناك حاجة إلى هذا اللوجستيك أم هناك اكتفاء ذاتي. ثم تهيئة فضاء المؤسسة، مثلا قد تزور مؤسسة وترى بأن الأشغال لا تزال فيها أو أنها قريبة الانتهاء من أشغال التهيئة أو من أشغال التعويض، وبالتالي فإن ساحة المدرسة قد لا تكون كافية للمتعلمين، وهذا يشكل خطرا عليهم نظرا لتواجد بعض الأمور التي تكون داخل الساحة. ثم المرافق الصحية اللي موجودة غير موجودة، ساحة المؤسسة كيف هي، وش كافية أم غير كافية، هل محتلة أم ليست بمحتلة. يعني أتذكر أني زرت مؤسسة من المؤسسات فوجدت أن أحد الفلاحين يستعمل ساحة المؤسسة كبيدر، يعني أنه يدري فيها الزرع ديالو، وتقول لك أنا ولفت هذه العملية هذه، وبالتالي كيف يمكن أن نعالج مثل هذه الوقائع. ثم هل يوجد علم، قصد تحية العلم، لأن يعني تحية العلم تبدأ مع اليوم الأول، وهل هناك يافطات يعني حيث تذكر اسم المؤسسة. ثم من التدبير المادي أيضا توفير العتاد الإداري والتربوي لهيئة التدريس، أن هيئة التدريس كما نعلم من النهار الأول كيجي وراكي بغيو ياخذوا واحد العتاد معين خصو يكون متوفر عنده باش أنه يستقبل التلاميذ في أريحية تامة. إذن بعد التدبير المادي سوف نمر إلى التدبير المالي. التدبير المالي يبتدئ بالإطلاع على ميزانية المؤسسة،
من خلال النظر والاطلاع على التقرير أو التقارير المالية للمؤسسة. الاطلاع على سندات الطلب، يعني أثناء محضر تسليم المهام يجب أن تسأل المدير الذي تسلمت منه مهام، هل هناك سندات طلب عند أحد المزودين؟ لأن سند الطلب هو تعهد بدفع، وبأن تكون على بصيرة بأن المؤسسة ملزمة بدفع واحد قسط من المال من ميزانيتها. الاطلاع على سندات الطلب هذا أمر مهم جدا. ثم الوضعية المالية لجميع الجمعيات المؤسسة، نقصد بها الجمعية التنمية التعاون المدرسي، الجمعية الرياضية، وجمعية الدعم مدرسة النجاح. يعني الوضعية المالية لهم جميعا، هذه الأول الميزانية العامة للمؤسسة، وثم بالتفصيل الجمعية، كل جمعية جمعية ما هي الميزانية الخاصة بها. يجب أيضا إعداد واحد ورقة تحصيل المالي للموسم الدراسي الجديد. للموسم الدراسي الجديد خص واحد ورقة تحصيل المالي، يعني كل تلميذ مساهم منخرط، وأن ورقة مالية نكتب اسمه، رقمه، رقم مسار ديالو، المستوى، مساهماته، سواء في جمعية تنمية التعاون أو في الجمعية الرياضية أو التأمين. يعني كل هذه يمكن أن واحد ورقة، ورقة تحصيل مالي، يمكن أن تكون ورقيا ويمكن أن أيضا أن تكون إلكترونيا، وهي مهمة جدا. في أن كتعرف كل تلميذ ما هي المساهمات التي أداها، ويسهل أيضا الجمع الحصيلة المالية حسب نوع المساهمة وحسب كل تلميذ. ثم إعداد لوائح الإطعام المدرسي. قد تقول بأن إعداد لوائح الإطعام المدرسي هو نوع من التدبير المادي وليس التدبير المالي، لكن الإطعام المدرسي من حيث هو كم، سوتين ماس، حيث هو كم، فهو نوع، ففي المحاسبة، محاسبة عليه تتم في إطار المحاسبة المالية. ثم إعداد محاضر تسلم وتسليم الكتب والكراسات المدرسية في إطار التي تتم في إطار المبادرة الملكية لمليون محفظة، وحصر الحاجيات الإدارية والتربوية للمؤسسة. دونك هذا بالنسبة للتدابير المالية. الآن سنمر إلى التدبير التربوي. أقول بأن التدبير المالي والتدبير المادي والتدبير الإداري ما هو إلا خادم للتدبير التربوي، للتدبير التربوي. أن التدبير التربوي هو العصبة وهو المحور الذي من أجله تم إنشاء المؤسسة التربوية أو المؤسسة التعليمية. ومن التدابير والإجراءات ذات البعد التربوي أو ذات الامتداد التربوي هي كالآتي: إعداد مشروع خطة الدعم التربوي، خاصة بالنسبة للسنة الدراسية 2020-2021، نعرف بأن نشاش وتنبيه سيكون خاص بالدعم التربوي، وبالتالي إعداد مشروع خطة الدعم التربوي أو على الأقل ملامح الدعم التربوي يجب أن يكون مستحضرا عند المدبر. وهذه العملية يمكن أن يتم العمل بها انطلاقا من كراسات الدعم التي تم توزيعها، أو من خلال استشارة الأساتذة والمديرين والمدبرين العاملين حاليا لتوصل أو لإعداد مشروع خطة الدعم التربوي التي ستكون أحد أهم النقط، التي أهم النقط الواردة في الدخول المدرسي الجديد. ثم توحيد الروائز وطبعها. طبعا توحيد الروائز وطبعها، هذه العملية يحب جدا أن تتم بتنسيق وتحت إشراف أطر هيئة التأطير والمراقبة التربوية. ثم طبع لوائح التلاميذ، إعداد لائحة العطل المدرسية، إعداد نماذج لاستعمالة الزمن، توزيع التلاميذ على الأقسام عبر منظومة التدبير المدرسي مسار، إعداد ورقة لأهم المحطات السنة الدراسية، إعداد مشروع البرنامج السنوي، إعداد مذكرة الحراسة،
إعداد دفتر لحركية التلاميذ يعني الوافدون والمغادرون، إعداد وثائق السبورة المرجعية. لماذا السبورة المرجعية؟ لأن لما تعد وثيقة أحد الوثائق الخاصة بالسبورة المرجعية، سواء كنت ستحتفظ بها في الأرشيف أو ستبعث بها إلى إحدى المصالح المديرية الإقليمية، يحبذ أن تكون هناك وثيقة تعلقها في السبورة المرجعية. وهذا دليل على هناك حركية تدبيرية إدارية في المؤسسة. التواصل مع هيئة التأطير والمراقبة التربوية، ثم استعمال الزمن الجماعي مش كنعرفوا شكون الأساتذة مثلا كيخدموا الصباح، شكون الأساتذة كيخدموا في العشية بالنسبة للتوقيت المكيف. في كل لحظة من لحظات الزمن كنعرف كل حجرة شكون اللي خصو يكون، كل أستاذ اللي خصو يكون تما، وشحال ديال التلاميذ خصو يكون تما. دونك هذا نوع من التدبير اللي هو تدبير مهم جدا، باش ما كيبقاوش قسم فلان وقسم فلان وقسم فلان، وكتنقولوا قسم ديال في واحد الوقت معين لواحد التلاميذ معينين مع واحد الاستاذ معين. ثم النشرات الداخليه التي يعني اعداد واحد النشرات الداخليه خاصه باحترام الزمن المدرسي، تحيه العلام عيني بالهندام على التدخين في الوزراء. وقد النشرات الداخليه يحبذ جدا ان يتم يعني نشرها منذ اللحظات الاولى للدخول المدرسي، وبالتالي فإن إعدادها بناء على تلك الأطر المرجعية أو تلك المرجعيات القانونية التي تحدثنا عنها سابقا، وأمر يعطي للمدبر واحد دعامة قانونية ودعامة تواصلية مهمة في إطار التدبير المبني على قواعد الحكام الجيدة. فملف الأطر التربوية كما شرنا له، وملف يمنح للأستاذ أو لهيئة التدريس عند أول اتصال معهم بداية السنة الدراسية. وهذا الملف يتكون من جدولة محطات السنة الدراسية، مفروض أن يكون هناك تبصر، وغالبا هذا يتم بناء على واحد ملخص للمقرر الدراسي. بالنسبة لنا احنا المقررات الدراسية مازال ما كاينش، كيفاش غادي نديروا هذه الجدولة؟ ولكن على الأقل يعرف الأستاذ بأن في السنة الدراسية راه كيكونوا 4 ديال المحطات، كيتنا 4 ديال المحطات أساسية للمجالس التعليمية ومجلس التربوي ومجلس التدبير، ومحطتين أساسيتين لمجالس الأقسام. ويتم التذكير أيضا بالدور ومهمة كل مجلس على حدة. دونك أن يكون هناك جدولة، على الأقل يكون هناك جدولة ولو نظرية قبل أن تحدد الوزارة الوصية المحطات بالتفصيل وبالتدقيق. إذن بطاقة معلومات المدرس، إن الأطر التربوية سواء الأطر التربوية الجديدة الملتحقة إما بتعيين أو بحركة انتقالية، يجب أن تكون هناك بطاقة معلومات المدرس. ويحبذ جدا أن تتم استخلاص هذه بطاقة المعلومات من منظومة أسيز، لأن منظومة أسيز دائما يتم تجديد المعطيات الخاصة بكل أستاذ أو أستاذة. بالتالي أن هناك بنك معلومات يمكن أن نأخذ عناصرها من أسيز، ويمكن أن نضيف إليها مع معطيات أخرى. شخصيا أقول لكم بأن كل أستاذ عندي ما يزيد على مثلا 47 معلومة عليه. طيب الحال هذا ما كاينش، ولكن هذاك التدقيق هو تدقيق كيعطيك، كل ما كانت عندك واحد بنك معلومات قوي، كل ما كنا كتخدم في واحد الأريحية معينة. أي معلومة كتحاول توصل لها بلا ما تتصل به بلا ما تزعجه، ولكن هذا بناء على واحد بطاقة معلومات تكون مفصلة تسلم إليه بداية السنة الدراسية. لائحة العطل المدرسية يجب تسليمها أيضا في هذا الملف التربوي. لائحة أهم المحطات للموسم الدراسي، مذكرات حراسة التلاميذ،
تسلم على لائحة المناسبات الدولية والوطنية لأن ستبنى عليها الأنشطة الحياة المدرسية، مطبوع المبادرة الملكية لمليون محفظة، يعني كل تلميذ ما هي الكراسات والكتب والأدوات التي تسلمها يكون ذلك في المطبوع، مطبوع لائحة التحصيل المالي، يعني هذا المطبوع يعني الأستاذ إن تم تحصيل مالي على ما بين تلميذ وأستاذ فإن هذا الأستاذ يعني يحب أن يكسب المعلومات الخاصة بكل تلميذ ونوع التحصيل المالي الذي يريد أن يسلمه للإدارة التربوية على أن يسلمها للإدارة التربوية وتعطيه مقابل ذلك وصلاً، وهذا المطبوع طب الحال ويشهد فيه كل من المدرس والمدير المؤسسة بأن هناك تحصيلاً مالياً أخذ أو من تلميذ معين في زمن معين لغاية معينة. هناك مطبوع لائحة المستفيدين من الإطعام المدرسي، يعني مطبوع يكون فارغ تتوجه أن التلميذ الأستاذ بناء على معطيات اليتم البعد الفقر الهشاشة الاجتماعية أنه يعطي التلاميذ المستفيدين أو الذين يجب الاستفادة، يجب على المؤسسة أن تعطيهم أولوية للاستفادة من الإطعام المدرسي. ثم جدول تدبير ساحة المؤسسة، إذن طبعا حالا نتكلم عن المؤسسة، كل مؤسسة تكون كبيرة وبالتالي أن ساحة المؤسسة يجب تدبيرها بكل عناية، وبالتالي أن خص واحد الجدولة معينة تسلم للأستاذ مش كعرف ما له وما عليه من حيث الوقت ومن حيث المكان ومن حيث الزمن. ثم هناك جداول الدراسة، يعني فيه لائحة التلاميذ وكل تلميذ معلومة للمعلومات الخاصة بكل تلميذ، طبعا لأن هذه يتم سحبها من مسار. ثم مشروع القانون الداخلي للمؤسسة، إن تعرفوا أن القانون الداخلي للمؤسسة يتم الاطلاع عليه والمصادقة عليه من طرف مجلس التدبير، ولكن يحبذ لجميع الأساتذة أن يطلعوا على مشروع هذا القانون الداخلي حتى إن كانت هناك نقطة يريدون إضافتها أو سحبها أن تناقش سواء في حينها أو بعد ذلك. وهذا دعامة من الدعامات الأساسية في التدبير الجيد والحكامة الجيدة المبنية على التواصل والحس النقدي لكل تدبير ستقوم به المؤسسة. سوف نأتي هنا إلى توجيهات واقتراحات. هذه توجيهات واقتراحات يعني أقدمها لزملائي وأقدمها أيضا لنفسي، فأنا أقترح وأوجه عملي وفق ما يلي. فكل منتوج منظور أريد أن أقوم بعمل معين وهو المنتوج منظور أريد أن أصل إليه فهو منتوج منظور، يعني يكون عندي واضح تنقولوا وضوح الشمس في يوم جميل، وأن هذا المنتوج المنظور يجب أن أحسب كلفته، الكلفة ديالو تكون عندي محسوبة بشكل جيد، وأيضا زمن الإنجاز ديالو يكون محدد. وهذا المنتوج كل ما كان إذا لم يكن واضحا ومتحكم فيه وإن لم يكن لم تكن كلفته واضحة ودقيقة، وكلما يكون وقت إنجازه مبهم أيضا كلما أن هذا المثلث يكون فاشلا ومركز التقاء أو سنتر دو جرافيتي، يعني المركز سنتر دو جرافيتي تكون بعيدة عليه لأن لا يكون هناك نوع من التوازن. ولما كان عندي المنتوج لبغن العمل يقول المنتوج يعني عمل معين، أي عمل سيكون عندي مضبوط واضح، ما كانش عندي واضح نستوضح نطلب الوضوح من هذا الاختصاص، لماذا دائما أن يكون هناك ثبات في العمل وأن تكون هناك رؤية واضحة. لماذا؟ لأن بنية العمل الناجح تكون مرتكزة على هذا الثلاثي، وضوح في نوع العمل، دقة في الإنجاز وقت الإنجاز، ودقة أيضا في كلفة هذا المنتوج.
فمركز ثقل دونك سنتر كافي هو مركز ثقل هنا ممتاز. مركز ثقل المشروع مرتبطة برأس المال البشري اللي هو القيادة وروح الفريق. باش نكون هنا حس سنتر كافي اللي هو متحكم فيه خص القيادة، لا يكون شخص واحد أو واحد، وإن أن تكون هناك فريق متكامل يكمل بعضه البعض، والعمل يكون بروح القانون وبروح الفريق. فجوهر العلاقة التدبيرية مرتبطة بالقيادة الناجحة وفق مرتكزات الحكامة الرشيدة، لأن هذا إطار نظري سأبني عليه مجموعة من التوجيهات واقتراحات. فمن هذه التوجيهات واقتراحات، أولا يجب أن العمل أو الهدف أن يكون محدد بكل دقة. مثلا إحنا بغينا العملية ديال تسلم مهام، يجب أن تكون معلومات كافية جدا عن تسلم مهام، سواء من ناحية الإطار القانوني، العملية كيف تتم، أن أطلع على هذه الوثيقة ورقياً، أطلع عليها إلكترونياً، أحاول فهم بعض الكلمات التي قد يكون فيها لبس وعدم دقة حتى أستوضح. وكلما لم يكن إذا لم يكن هناك دقة، فكلما أيضاً يجب أن أتعرف على وقت تسلم المهام، كم من الحصص التي يمكن أن أقوم بها حتى تكون تسلم مهام. ثم هذه التسلم مهام كتكلفة مادية، شحال تقومني، شحال مرة غادي نمشي ونجي ونمشي ونجي، باش أنني نقدر ندير واحد تخطيط متحكم فيه. دونك أي عمل نديرو يكون واضحا كلفته المادية والمالية وكلفته الوقتية والزمنية. فكتحديد الإجراء المتدخلات، لأن كلفة والوقت والأشخاص، من الشخص اللي نقول أشخاص، يعني كنتكلم عن الفريق، فريق العمل. تحديد تبعات كل عمل، يعني هذا العمل طبعا له تبعات، له بعد ذلك سيكون له عمل، سيكون له عمل يكمله أو يليه، لأن كل هدف سيصبح في حد ذاته وسيلة لهدف تليه وتأتي بعده. لأن العمل دائما أحبذ العمل وفق روح فريق، سواء داخل المؤسسة أو خارجها. تقاسم المنجزات، يعني مثلا التدابير الإدارية والتربوية والمالية والمادية ليس بالأمر الهين، وكلها مرتبطة بالدخول المدرسي. وبالتالي تقاسم المنجزات وتقاسم المهام وتقاسم ما يتم التوصل إليه وأمر واجب واجب. العمل في ثم أحبذ للزملاء أن العمل في إطار الممكن، رغم يمكن تصنع إطار تصنع واحد تغيير في ظرف زمني قليل، مستحيل ذلك. لهذا كما تشوفوا ذلك النظرية ديال كورت لوين، أول عملية وعملية إذابة الجليد. إذابة الجليد يجب أن الإنسان يعطي الوقت دياله ويبدأ في إطار الممكن. مطبح الإطار ممكن، وهناك شيء مقدس لا يمكن أن نتنازل عنه، هو حق التلميذ في التعلم. هذا أمر مقدس لا يمكن أن نتنازل عليه. ثم العمل الإداري المواكب لذلك يجب أن يبدأ من الممكن، يعني ثم التدرج في الأداء من البسيط إلى ما هو أعلى منه، واستشارة أهل الاختصاص في كل عملية مهما كانت صغيرة. من التوجيهات والاقتراحات أيضا، هناك ضرورة مراعاة ظروف التباعد الصحي في هذه التوجيهات واقتراحات عملية. يعني أن مثلا الأساتذة شو تنبير هذه يجيو المؤسسة، أولا يعني ضرورة مراعاة ظروف التباعد الصحي في الاجتماعات. شخصيا في الاجتماع الذي تم بعد التوقف تعليم الحضوري مع السادة الأساتذة، الاجتماع يعني شخصيا قمت به في ساحة المدرسة. شفنا واحد المكان فيه الظل، وحنا تقريبا راه 27 إطار، قمنا بالاجتماع وفق الظروف. كان اجتماع عملي، ما كانش فيه الإطناب، ما كانش فيه السجال، وكان ورائنا فيه ظروف التباعد الصحي، وهذا كيعطي نوع من الاطمئنان لجميع السادة الأستاذات والأساتذة العاملين بالمؤسسة. وبالتالي وهذا النوع من القرار كان قرار بناء على استشارة وتواصل مع جميع المتدخلين في هذا الفعل وفي هذا العمل. ثم العمل على تهوية الحجرات، إلى قضينا مثلا كان هناك دعم، لا زال هناك دعم مادي، نعمل جميعا على
تأهيل المؤسسة من حيث العمل على تهويل الحجرات باش من في هذه الجائحة تكون على الأقل دفعتنا باش نديروا هذا نوع من التدخل. ثم معالجة الاكتظاظ بالحجرات من خلال تعديل البنية التربوية. دونك إن كان هناك إمكانية تعديل البنية التربوية ليقصد محاربة الاكتظاظ فالمدبر ويجب أن لا يتوانى في ذلك. ثم العمل على تحيين مخطط تدبير المخاطر بما يتناسب مع ظروف الجائحة. التواصل المستمر مع السلطة المحلية والاطلاع على الحالات المصابة بكوفيد 19 أو التي قيد العلاج. يعني مش تخلي الإنسان نوع من الطمأنينة الذين أطعمهم من جوع وآمنهم من الخوف. الأمن من الخوف مهم جدا، وبالتالي أن يجب ضرورة التواصل المستمر مع السلطة المحلية للاطلاع على هذه الحالات إن وجدت من طبيعة الحال. ثم التنظيم المحكم لساحة المدرسة سواء أثناء الدخول والخروج أو أثناء الاستراحة. يعني ساحة المدرسة هو واحد المحطة اللي كتجمعوا فيها جميع التلاميذ، وبالتالي يجب العمل على تنظيمها بكل إحكام. من توجيهات وقت استراحات أيضا إمكانية تفويج فترات الاستراحة في حالة المؤسسة التي تعرف عددا كبيرا من التلاميذ. لأن الساحة صغيرة والتلاميذ كثر، إذا يمكننا نديروا عملية تفويج ساحة المدرسة. هذا اقتراح. العمل على تحيل القانون داخل المؤسسة وفق نوع الإجراءات الاحترازية التي تتطلبها للتعامل مع الوباء. لاحظنا بأن الوباء كتطلب تواصل تام، قول في القانون الداخلي نقول بأن الرقم الهاتف للأب أصبح حتميا يسلمه المؤسسة ويسلمه الأستاذ، وأن التواصل يتم مثلا في مجموعات الواتساب مثلا، يمكن إدراجه من خلال القانون الداخلي والتعامل معه في إطار تشاركي مع الجمعية الشركة أو الجمعية الوصية لجمع الآباء والتلاميذ. ثم توسيع وتنويع قاعدة البيانات الرقمية لكل من أسر المتعلمين والشركاء في إطار توافقي قصد التواصل والإعلام. تنظيم لقاءات تكوين الفائدة هيئة التدريس العاملة بالمؤسسة من أجل إعداد موارد رقمية تعليمية. لأنه لاحظنا مثلاً إحنا مقبلون على الدخول المدرسي. الدخول المدرسي واش سيكون فيه التعليم الحضوري أو التعليم عن بعد أو سيتم المزاوجة بينهم، وبالتالي درءا لكل تعثر قد يقع في أثناء التعليم عن بعد يحبد عقد لقاءات تكوينية لفائدة زائد التدريس العامل للمؤسسة من أجل إعداد موارد رقمية تعليمية. علاش موارد رقمية تعليمية؟ لأنها تكون موارد رقمية تعليمية محلية. ثم التنسيق مع السلطات المحلية والجماعات الترابية من أجل تعقيم وتطهير المؤسسة مرة كل أسبوع على الأقل. ثم انفتاح على الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين من أجل تزويد المؤسسة بالمواد المعقمة الصابون مطهرات كحولية وجعلها عن الإشارة وعن إشارة الجميع من طبيعة الحال. إذن بعد هذا العرض سوف نأتي إلى خلاصة معينة، وهذه الخلاصة من طبيعة الحال قلنا أنها خلاصة مقتضبة نسبيا. إذن إن التدبير الخاص بدخول المدرسي محطة أساسية ومدخل محدد للنجاح المدرسي. إذن كلما كان دخول المدرسي ناجح ومؤشرات النجاح فيه قوية، كل ما أقول بأن مؤشرات النجاح المدرسي ستكون قوية أيضا. الانطلاق القوي والمحكم للدخول المدرسي ينعكس على الأداء التربوي والإداري طيلة السنة الدراسية. نجاح عملية الدخول المدرسي يقتضي النفس الطويل لكثرة الإجراءات الخاصة به. نجاح عملية الدخول المدرسي يقتضي التنسيق الداخلي بين جميع الفرقاء التربويين والتنسيق الخارجي مع جميع المصالح التابعة للمديرية الإقليمية، خاصة في هذه العملية ديال جائحة كورونا. لأن جائحة كورونا أعطت قيمة كبرى للتواصل وتقنيات التواصل، وما هذه المنصة إلا أحد فوائد هذه الجائحة. العمل بروح الفريق وتقاسم المنجزات مدخل محوري في النجاح. السنة الدراسية الجديدة سنة استثنائية تتطلب تدبيرا استثنائيا يجعل مصلحة المتعلم في شموليتها، يعني المصلحة في شموليتها مركز كل تخطيط وفعل وأداء. ثم الدخول المدرسي المقبل سيعرف حتما مجموعة من الإجراءات والتدابير الرسمية التي تتماشى مع الوضعية الوبائية التي نعيشها. لهذا فإن التواصل الدائم مع جميع الشركاء، السلطة المحلية، الجماعة المحلية، الجمعيات، الشركة أمر حتمي داخل ظروف جائحة كورونا.
كورونا. إذن إلى هنا أقول لكم شكرا على حسن إصغائكم وبالتوفيق للجميع، وقد سعدت بكم ومعكم، وتحياتي لكم جميعا. وهذا بين أيديكم البريد الإلكتروني الخاص ahmed.wadi@gmail.com والهاتف الجاري، وهو بين أيديكم جميعا. إذن إلى هنا أقول لكم أسأل الله تعالى أن أكون قد وصلت واحد أو تقاطنت معكم واحد تجربة معينة، تجربة علمية وتجربة مهنية، وأن أكون قد فتحت بصيرتكم وبصيركم على نوع التدابير الخاصة بهذا المحور الذي هو الدخول المدرسي. وأترك الكلمة للسيد سعيد مزوز من أجل نظري في مساهماتكم واقتراحاتكم.